مساء الخير. اليوم بسوي حلا سهل وسريع برقائق البوف باستري والتين المجفف والجوز، يعني حلا سهل وسريع. ممكن نضيف رشة قرفة وشوية سكر، هذه هي المكونات فقط. أول شيء راح أطحن هذه في الماكينة طحن ناعم، وهذه برضو أطحنها ناعم، وأخلط الاثنين مع بعض وأرش عليها شوية سكر وشوية قرفة. شايفين طحنت التين المجفف؟ شايفين كيف؟ لازم يكون التين طري، ما يكون مرة ناشف. شوفوا يصير زي العجينة كده. الحين أضيف عليه الجوز اللي طحنته تقريبا كوب، وأضيف رشة قرفة. كل هذه الثلاثة تمشي مع بعض، ورشة سكر. وخلطهم مع بعض. خلطهم باليد أحسن، لأنها بتصير عجينة متماسكة. يعني كده تصير، شوفوا. لازم تكون كده، لأني راح أفردها. شايفين تصير عندي عجينة زي كذا، راح أفردها وتكون حشوة للبوف باستري. عجينة البوف باستري اقسمها يا مستطيلة يا مربعات، المهم انها تكون متساوية. شايفين اقسمها بالشكل هذا واخرمها واحطها في الصينية. شايفين حاولوا تكون المستطيلات زي بعض، اخرمها بالشكل هذا عشان لا تنفش، ما ابغاها تنفش انا. بعد ما خرمتها احط عليها ورق زبدة، واحط عليها صينية ثانية، واحط عليها ثقل، اي ثقل عندك تحطينه عليها وتدخلينها الفرن. على بال ما تستوي البوف باستري نفرد الحشوة، نحطها هنا ونحط عليها ورق زبدة ثاني، نفردها بالنشاب. يعني تقريبا يكون سمكها 1 سنتي. نكمل فرد وارجع لكم. شايفين افردها بالشكل هذا واحطها في الثلاجة شوية، بعدين ابدا اقصقصها مستطيلات زي البوف باستري. هذه بتكون الحشوة. الحين نقطع هذه قطعة مستطيلة، اشيل هذه الزوايد، طبعا ما اكبها الزوايد هذه، ازيد عجنها مرة ثانية وافردها بس عشان يكون الشكل عندي مظبوط. اخذ قطعة من الباستري عشان اخذ نفس المقاس عشان ما تطلع لا كبيرة ولا صغيرة. شايفين شوفي هذه قطعة الباستري بعد ما حمرتها، شايفين تكون بالشكل هذا. طريقة اخذ واحدة من الباستري واحط عليها نفس هذه زايدة شوية، شايفين، واحط عليها واحدة ثانية باستري بالشكل هذا، وارش عليها شوية سكر. او ممكن تضيفين شوكولاته اللي تفضلين، ممكن تخلينها زي كذا او تقطعينها مربعات. ممكن نقطعها مربعات، هذه البوف باستري بالتين المجفف والجوز، يعني اكله سريعه وسهله ونقول ان شاء الله انها مفيده، يعني تين
والجوز مفيد، شايفين تكون بالشكل هذا. في ممكن تضيفين هنا شوكولاتة بيضة، شوكولاتة سودا، أنا أفضلها بدون شيء. ايش رأيكم؟